حبيب كروم الكاتب العام للمكتب النقابي المركزي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا التابع للمنظمة الديمقراطية للصحة. أوردنا هذا الصباح خبر مصادرنا الموثوقة بأن تمت سرقات مرضى ديال الراق الذين يرقدون بمشفى العياشي بسلا، وتم سلب أمتعتهم والهواتف النقالة ديالهم والأموال ديالهم. الخبر الجديد اللي عاود وصلنا ان الشرطه جات ودخلت على الخط وبشرت العمل ديالها. وبالنسبه للامن الخاص سمعت بانهم راه توقفوا حاليا في انتظار اجراء البحث والتحقيق في هذا الموضوع. ولكن اللي اساسي في الموضوع اللي تيهمنا هو ان المريض اللي تيكون ناعس باش يجي تلقى العلاج، مريض هش نفسيا وجسديا باش تجي توقع عليه هذه الواقعه، وباش نحسوه في واحد المؤسسه عموميه بانه ما عندوش الامان وما عندوش الامن. هذا الشيء سيؤثر عليه نفسيا كما سيؤثر عليه جسديا. لماذا؟ لان كاين هناك تسيير وتدبير وكاين لوجمون فوتيزم. هذاك المؤسسه عندها توقيت ديالها بوحدها، الحراسه شبه غائبه قليله، كاين واحد الفوضى والتسيب في ديك المؤسسه، وهذه النتائج ديالها. ومن العيب والعار باش تكون مؤسسه في العاصمه تتسرق. شنو غنقولوا على مؤسسه صحيه اللي في المناطق النائيه وفي التضاريس الوعره اللي تتخدم فيها ديك الممرضه ولا ديك الطبيبه؟ شنو غادي نقولوا لهذوك الناس؟ وبحكم ان هذه المؤسسه ديال العياشي تتنتمي تابعه للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا اللي عنده استقلاليه ماليه ومعنويه، استاذ يمكن لهم يديروا صفقات بسهوله ديال حراسه ديال الامن ديال مع شركه المناوله، يختاروا ناس اكفاء، ناس في المستوى وتكون مراقبه ويكون واحد الدفتر ديال التحملات اللي تتكون تتراقبوا الاداره، ويكون المدير يجي السبت والحد راه تيتلقى تعويضات على 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 المسؤوليه، ويجي يراقب بالليل ويجي مع العشيه ويجي في الاوقات غير العمل باش يراقب ويعطي واحد الهيبه للمؤسسه ويخلي الناس يعطي ليكزومبل، يكون هو ذاك لو ليدر، هو ذاك القيادي اللي تيعطي المثال لذوك المسؤولين اللي معاه ودوك الموظفين اللي معاه وحتى ذوك الشركات المناوله. فاش غادي يشوفوا المسؤولين راه واقفين راه غيبقاو يديو الوظيفة ديالهم على 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 النحو الجيد. واخا استاذ بالنسبة للحراس ديال الامن الشخصيين ديال المستشفى، واش مشاو تسمطوا لهم؟ واش تفتح شي محضر؟ انا في العلم ديالي ان الشرطة جات هذا الصباح ودارت العمل ديالها وبشرت التحقيقات ديالها اللي بيان سيغ غادي تكملوا من بعد. هما تيجوا تيتصنتوا في علم مكان من بعد تيمشوا تيسمعوا جميع الاطراف، وفي الغالب غادي يستدعوا اصحاب الامن الخاص. والدليل على هذا هما دابا توقفوا هاد اصحاب الامن الخاص. بالنسبه للمرضى، واش المرضى خص المستشفى يجيب لهم طبيب نفساني؟ هو المريض فاش تيجي المؤسسه استشفائيه من اجل تلقي الخدمات الصحيه وتلقي الرعايه الصحيه وتلقي خدمات ذات جوده عاليه، تيستطف بانه تيتعرض للسرقه. هذا الشيء غياثر ليه على النفسيه ديالو، غياثر ليه على الثقه في النفس ديالو حتى في ديك المؤسسه اللي هو ناعس فيها، لان نفسيا غادي يفهم بان ما كاينش الامن. ولا كاينش الا ما كاينش الامن في هذيك المؤسسه يقدر يفقد حتى الثقه ديالو في ذاك الامن الصحي اللي هو جاي عليه باش يتعالج. هنا بعدا يجب مراعاه النفسيه ديال هاد المرضى اللي تسرقوا، يشوفوا واش يجيبوا لهم شي طبيب نفساني باش يشوف الحاله ديالهم والتاثير ديالهم والرفع من المعنويات ديالهم.